الشعور ديالي لا يوصف وما نقدرش نقوله، لانه حتى تبارك الله بكثر ما شفت الناس كثير الدمعه سبقاتني. الحب اللي ربي عطاه ليا كنحمد عليه الله الليل والنهار، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وشكرا لكم بزاف، شكرا لكاع الناس اللي جاوا، وشكرا حتى للناس اللي ما قدروش يجيو. الله يحفظكم ليا ويخليكم ليا يا رب. انا كنشكر بعدا رزانة لانه جمعتني مع بزاف ديال الناس، سواء في مراكش ولا قنيطره ولا طنجه ولا كازا، وان شاء الله غادي يفتحوا في مدن كثار، لانه هاد لا مارك تستاهل. انا كنحب هاد لا مارك، واغلب لبسي كنلبسو من عندهم، لانه الكاليتي سواء ديال التيسو سواء ديال الخدمه سواء لي بري سواء كلشي تستاهل، وان شاء الله غادي تكون ماركه عالميه باذن الرحمن. بحال اي امراه كاين شويه ديال المشاكل اللي هما عاديين، كاين الفرحه، كاين يعني شوفوا غير باش نقول لكم واحد القضيه، عمركم ما تقولوا راه الحياه الزوجيه بيرفكت، لانه انت بعض المرات بينك وبين راسك كتكوني مضاربه مع راسك وما عارفاش السبب اللي مضاربه فيه مع راسك. ف الحمد لله، المهم هو يكون الحب بيناتكم، يكون الاحترام بيناتكم، يكون الموده، هذا هو اهم شيء. والله يحفظ لي راجلي وليدي ويحفظ لكم عائلتكم يا ربي. وما ننساش الله يحفظ لي الميمه وبابا قرة عيني، الله يخليهم لي، وكنحماق عليكم كاملين اخوتي وعيالات اخوتي. ماشي قراري، شوف راجلي ما كيبغيش يبان لانه هو ما كيبغيش يبان، عنده هو حتى تصاور باش يصور راسه ما كيبغيش يصور راسه، ف هو رغبته عنده اسبابه قناعته من حقه. خويا ضحكين اخويا انت بتلصق فيا الثانيه بزاف. لا غير تنضحك، وعارفيني البنات اللي عارفيني كنطنز، حيت كنت باينه فيا ديك الطنز وكنضحك وهذا، وابخي نضنا وهضرنا بجوج وتنضحك وهذاك الشيء غير ضحك. شوف جرب نشوف واش غتقدر. ماشي سبب لي عائق، شوف بالعكس هو كان قرار سهل بالنسبه لي، لانه ربي بغاني نتحجب. الله يزيدنا من هدايته. حتى واحد طبعا حتى واحد ما كلشي كلنا مقصرين مع سيدي ربي، واخا نديروا اللي درنا كنبقاو مقصرين، كاين تقصير. ف كنتمنى الله يزيدني في هدايته. وفاش درت الحجاب كان ربي بغاني نديره، كانت خطوه اللي سهله فكرت فيها طبعا، ولكن جا واحد الوقت ديال انا خاصني نديره، ربي هداني الحمد لله، فتح لي بزاف ديال الابواب، حبب الناس فيا اكثر، بدل فيا بزاف ديال الحوايج. انا فرحانه بهذه الخطوه، وكنتمنى كاع البنات يفكروا يديروا، اللي ما دايرينش الحجاب كنتمناكم تفكروا في هذه الخطوه هذه، لان زوينه وحاجه وحده تنطلبها منكم اختكم نهيله، الصلاه ما تفوتيش صلاتك، لانه الصلاه هي الصله ما بينك وبين الله. شوفي غادي تيسر لك امورك، تدعي ما تبكيش وتقولي ماما جي نعاود لك شنو وقع لي وشنو ندير، لا دعي وبكي ودعي، وشي واحد دار لك شي حاجه حسبي الله ونعم الوكيل، ودموعك على عينك في سجدتك، كوني متاكده ربي غادي يوفقك. الله يسهل عليكم، وصله صله صله صله. شوف سبحان الله العظيم، هذه السنوات الأخيرة كان واحد التغيير شامل، كاينة قراءة القرآن، كاين صلاتنا، كاين عبادة، لأنه هذا شهر فضيل، هو اللي كيستجب فيه الله، يعني أبواب السماء كتكون مفتوحة، فكنحاول نستغلو عندنا شهر في العام كامل نخصصوه لسيدي ربي، والله يرحمنا والله ييسر أمرنا يا رب. ان شاء الله قريب، ان شاء الله ان شاء الله قريب. حلفتي تسول هذا السؤال. شوف خويا هذا كان عقل صغر وكان طيش، وما كنصح حتى شي بنت دير هاد الخطوه هذه. ونقول لك 19 عام تقريبا، لا 20، المهم يا 19 يا 20، كانت هذا ما كاينش،
وكنتمنى بالله يسمح ليا. وكل شيء كيسولني البنات كيقولوا لي نهيلة علاش مازال ما حيدتيش، وكانوا عندي اسباب، كنت من وراها جيت حملت، من ورا الحماله كانت عندي رضاعه، من ورا الرضاعه لانه الرضاعه ما نقدرش ندير حتى شي حاجه حتى نسالي الرضاعه. ساليت الرضاعه، كان الصيف، قلت ان شاء الله يبدا البرد، هذا هو احسن وقت ديال ازاله التاتو، وغادي نحيدو ان شاء الله. الروتين اليومي تبقى روتين يومي، هذه جملة، روتين يومي، هذه الروتين اليومي ما فيها حتى شي عيب. العيب في الناس اللي بدلوا هاد السمية إلى محتوى تاني. أنا ما نقدرش نقول لك الله يهدي ولا يدير الله يفعل، الله يهديهم آه، ولكن ما نقدرش نعطيك الرأي ديالي، لأنه في الأخير ماشي من حقي نهضر على شي حد، فالله يهدي ما خلق. وكنتمنى الأمهات يردوا البال لوليداتهم، ردوا البال لوليداتكم، مش كيتفرجوا، دخلوا تبعوا معاهم، المراهقات كذلك، لأنه هذا الوقت ولا غير ديال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتقدر بنيتك تولي معشش لها في عقلها شي حاجة ديال أنا بغيت ندير وبغيت نفعل وتشوف لنا، لأنه كيبقوا مؤثر، يعني كيأثر على واحد الجينيراسة يا إما بالزين يا إما بالخيب. فكنتمنى حتى من الناس اللي كيعطيو هاد المحتويات هادو راعيو وراعيو، حسبوا وليدات، راه وليداتكم كيتفرجوا فيكم، وحسبوا مراهقات، راه بناتكم كيتفرجوا فيكم، وردوا البال. واللي بغى يدير شي حاجه ستر راسك، ما ديريهاش في العلن، ولا لا اله الا الله محمد رسول الله. الأمومة كل شهر وشهره وكل وقت ووقتها. عجبتني سمينة، عجبتني كي قلتي لها خويا كايت دابا بالاخص بدات يتمشى تبارك الله عليه، ولا تيمشي عنده اللعب، عنده كل شيء، ولا هو خاصو يمشي للمعان، ولا يمشي للدواء، ولا يمشي للدخاشش، هذوك هما اللعاب ديالو، اما الشيء الاخر اللي كنشريو راه كيحطو كيبقى يشوف فيه. الله يحفظه يا ربي ويكون مرضي الوالدين يا رب. دابا ما بقاش ديك النصاصات اللي بزاف الا لا كان مريض، ولا هذا راه مخليانيش مريض داكشي باش بغيت نزرب نمشي عندو ارجع لكازا. الكلمه اللي غادي نقول شكرا رزانه، لانه كتجمعني معاكم وكتجمعني مع الحباب ديالي في بزاف ديال المدن، وكنتمنى لهم المزيد من التألق، وان شاء الله عقلوا عليها رزانه غتولي ماركه عالميه، ما غاديش تبقى غير في المغرب، لانه خدمتهم كتستاهل. شكرا لهم بزاف، وشكرا لكاع الحضور اللي كيجي، كاع الناس اللي كيجي واللي ما جاوش وبغاو يجيو، شكرا لكم بزاف، الله يحفظكم. وشكرا للناس ديال لاله العروسه، وتبارك الله عليكم، شكرا بزاف، مع السلامه. السلام عليكم، معكم امين عزيزي، ديريكتور ديبارتمون ماركتينغ ديال ماركة رزانة. لا ماركة رزانة هي ماركة مغربية 100% مغربية، سي شي ماركتو بخيت ابورتي ماروكين. عندنا خبرة ديال 40 عام ديال التكستيل، وكنحاولوا نعطيو بها واحد المنتوج مغربي 100% مغربي، لان نخليو المغاربة يفتخروا به ونرقيو به لقدام. دونك حنا اليوم كنحتفلوا بالافتتاح ديال المكازا رقم 6 في المغرب في مدينة مراكش، الاول من نوعه في مدينة مراكش. وعندنا دوطخ ماغازان في طنجة، في ابن بطوطة مول، في المعاريف، في مروكو مول، عندنا في قنيطرة، عندنا اليوم في مراكش، عندنا في الرباط، في الرباط سنتر كذلك. وان شاء الله عام قريب كاينين دوطخ اوفيرتور، ومرحبا بكم عندنا ومرحبا بكم معنا. في مارك ماروكان 100% ماروكان، اللي لا كونفيكسيون كنديروها حنا نيت، كيف قلت لكم عندنا خبرة ديال اكثر من 40 عام في المجال ديال التكستيل، وكنستغلوا هذه الخبرة ديالنا باش نعطيو واحد المنتوج اللي هو مغربي 100% مغربي، واللي نخليه كيف قلت لكم المغاربه يكونوا فخورين بهذا المنتوج المحلي. الوغ بالنسبه للمحل ديال مراكش كاين في جيليز بلازا، وبلازا الغنيه على التعريف في الدرب الثاني، ومرحبا بكم. بيان سور حنا حاليا مكونسونطرين على لا مارك ديالنا، مكونسونطرين على لو برودوي، كنحاولوا نعطيو منتوج مغربي في رابور كاليتي بري ريزونابل ومزيان وابوردابل بور تو الموند. وكيف قلت لكم احنا حاليا كنركزوا على لا مارك ديالنا، وتكون ماركه مغربيه في المغرب، داخل المغرب وخارج المغرب، فخر لينا وغنشرفوا ان شاء الله المنتوج المحلي الوطني. مجله لالا العروسه، اخبار حصريه بجوده عاليه. لا تنسوا الاشتراك في القناه للمزيد من الاخبار.